نسدد على الأقل نص المبلغ عشان نبدأ إجراءاتنا. وحضرتك معايا؟ طب هنعمل إيه؟ أنا دلوقتي مش هلحق بنك، فأنا بكرة الصبح هروح البنك واسحب الفلوس، بس انت خلي الدكتور يشتغل ويعمل كل الحاجات دي يعني. تمام، خليه يشتغل يعني. ازاي؟ وليه؟ والمصلحة مين يحصل لي كل ده؟ أنا ما أعرفش البنت دي ولا عمري شفتها، بيتهموني بقتلها ليه؟ إيه الظلم ده؟ ليه أدفع تمن حاجة أنا ما عملتهاش؟ ليه أحاسب على مشاريب مش بتاعتي؟ ليه يا رب؟ ليه؟ بس لا لا لا، أنا متأكد إن ربنا هيقف جنبي ومش هيتخلى عني أبداً. أنا عمري ما عملت حاجة وحشة لحد. هيحصل لي كل ده ليه؟ يا رب، يا رب نجيني من اللي أنا فيه. يا رب. يا رب. هو إزاي أجي أسحب فلوس تقول لي مفيش رصيد؟ يعني إيه يعني؟ طيب اتفضل حضرتك استريح. ممكن البطاقة؟ حاضر. اتفضل. هو حساب حضرتك اتصفر امبارح. يعني ايه اتصفر؟ يعني المبلغ اللي فيه كله اتسحب. انا فاهم معنى الكلمة كويس، بس يعني هو ازاي حد يسحب فلوس من حسابي وانا صاحب الحساب؟ هو الحساب كان مشترك ما بينك وما بين أستاذة تيسير عبد المجيد المدام، مش كده؟ يعني ليها حق السحب والتوقيع. أوه. هي سحبت كل الفلوس امبارح.